أخبار غريبة وسريعة. الأخبار النهاردة من أغرب ما يكون أخبار غريبة بتاع الكوكب كامل، لميناها وجبناها لك فين؟ في دقائق، في ثواني معدودة. طن طن، سريع سريع، من غير لد وعين ولف ودوران. كل ما عليك صل على الحبيب ويلا بينا. تعويم الجنيه. البنك المركزي النهاردة هيغرق الجنيه، هيعوم الجنيه، هياخد قرار النهاردة بتعويم الجنيه. فتلاقي الجنيه النهاردة بيقول لك إيه؟ مش قبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني العوم؟ اهو النهارده يا سيدي هنعلمك العوم ونعومك، واحنا نعوم اي حد ما يهمناش. ليه؟ عندنا بحر ابيض وبحر احمر ونهر النيل وقناه السويس وترع ومصارف، فاحنا نعوم اي حد ما يهمناش. بس ايه موضوع التعويم ده؟ يعني ايه موضوع التعويم؟ التعويم يا سيدي ان هو سعر الصرف في البنك يبقى زي سعر الصرف في السوق السوداء. يعني اذا كان الدولار في البنك في السوق السوداء ب 70 جنيه يبقى في البنك ب 70 جنيه. ليه؟ علشان المستثمرين يروحوا يجيبوا الدولار من البنك، علشان المستثمرين يجوا من على بره يعملوا استثمارات، عشان المصريين اللي في الخارج يعملوا تحويلات للبنك، علشان البنك يبقى فيه دولار وما يكونش فيه ازمه دولار. وبالتالي لما يتعوم الجنيه يعني سعر الصرف في البنك يبقى زي سعر الصرف في السوق السوداء بالظبط. هذا هو موضوع التعويم. فالبنك المركزي النهارده هياخد القرار بتعويم الجنيه علشان يوافق البنك الدولي على القرض اللي احنا اللي المفروض ان مصر طالباه. بس فاحنا ايه؟ اجيال وراء اجيال عايشين على التعويم. فانت اكتب لنا رايك في موضوع التعويم دوت، والف الف مبروك وربنا يتمم بخير. الخبر التالي يا سيدي، في السودان في محادثات مهمة جدا بالنسبة لموضوع السودان بين مسؤولين رفيع المستوى. يعني دي أول محادثات بين مسؤولين رفيع المستوى. اتقابلوا فين؟ اتقابلوا في المنامة في البحرين، ومصر معاهم وقطر معاهم والإمارات معاهم. ليه؟ علشان يعملوا محادثات علشان وقف الحرب في السودان. مين اللي اتقابلوا المسؤولين الرفيعين المستوى؟ اللي هو نائب رئيس، النائب بتاع رئيس القوات المسلحة بتاعة البرهان، واحد اسمه عبد الرحيم دجلو اللي هو اخو حمدتي، ده لواء وده لواء، عشان يعملوا المباحثات ديات عشان ربنا يسهل ان شاء الله ويفكوا الحريره ديات ويلموا القصه ويلموا الليله. والشعب السوداني اللي هو دلوقتي اتشرد منه حوالي 7 مليون، يعني الحرب في السودان دياتي دمرت السودان تماما. فنتمنى يا رب والف الف مبروك وربنا يتمم بخير. نيجي الخبر غريب جدا من اغرب ما يكون. انت تعرف عدد المستخدمين بتوع الانترنت ووسائل التواصل في العالم وصل كام؟ تخيل معايا انت كده. 5 مليار. 5 مليار بني آدم بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، يعني حوالي أكتر من 62% من سكان الكوكب. طب موزعين إزاي؟ 2.19 مليار إنسان بيستخدم فيسبوك. يعني دي أكتر منصة الناس بتشتغل عليها هي فيسبوك، 2.19. انستجرام 1.65 مليار. تيك توك 1.56 مليار. شوف يعني وسائل التواصل غزت الكوكب كله. يعني الناس دلوقتي 5 مليار من 8 مليار، يعني تخيل انت العالم كله دلوقتي بيستخدم وسائل التواصل. فانت بقى بتستخدم ايه؟ اكتب لنا في التعليقات انت بتستخدم ايه؟ غير طبعا الجل بتاع شعرك والحاجات ديت، لا اكتب لنا بتستخدم اي وسيله من وسائل التواصل. والف الف مبروك وربنا يتمم بخير. اللي بعد، حاج اردوغان. الحاج اردوغان هيجي مصر، هيزور القاهرة عشان يتقابل مع الرئيس السيسي. مرحبا بك يا حاج أردوغان، بيتك ومطرحك يا أخويا تشرف وتنور وعلى راسنا من فوق، يا سلام يا ألف نهار أبيض. يوم 14 فبراير اللي جاي أردوغان هيزور القاهرة لعمل مباحثات بين مصر وتركيا بعد طبعا القطيعة الكبيرة جدا وقطع العلاقات الدبلوماسية وبعدين عودة السفراء بين مصر وتركيا. فده خبر كويس، واهلا وسهلا بك يا حاج اردوغان، وتشرف وتنور يا حبيبي ونذبح لك فهمت ونعمل معاك الواجب وعلى راسنا من فوق، والف الف مبروك وربنا يتمم بخير. كتائب حزب الله في العراق اوقفت الهجمات بتاعتها على القوات الامريكيه. ليه؟ لان القوات الامريكيه اخذت قرار، البنتاغون اخذ قرار فورا بان هو لازم يضرب هذه القوات بسبب ضربه الاردن او هجوم الاردن. هجوم الاردن دوات اللي حصل في حتة اسمها البرج في الأردن كده، هي مش في الأردن، هي على الحدود الأردنية العراقية السورية، هي تابعة جغرافية لمحافظة حمص. راح نتيجة هذا الهجوم 3 أمريكيين قتلوا فيه. فالبنتاغون وبايدن اجتمعوا وأخذوا قرار إن هم هيوجهوا ضربة مين؟ للأزرع بتاعة إيران، وممكن تكون لإيران وممكن تكون للبحرية الإيرانية. فبناء عليه هم كش ملك شوية وراحوا ايه موقفين اي هجمات هذه الفتره عشان يمتصوا الضربه الامريكيه، لان مش عارفين الضربه الامريكيه دياتي هتكون فين. والف الف مبروك وربنا يتمم بخير.
واللي بعده نجاح وساطة إيرانية، نجاح وساطة إماراتية. تخيل أنت أن الإمارات عملت وساطة ما بين روسيا وما بين كرواتيا علشان تبادل الرهائن بالاثنين. طب ما كنت تعمل هنا وتخلص القصة اللي هنا. المهم برضو كويس، مع مش مشكلة، أي حاجة فيها السلام من أجل الشعوب ومن أجل الإنسانية يا سيدي نقول ألف ألف مبروك وربنا يتمم بخير. كوريا الشمالية بتجرب صاروخ كروز جديد. يعني كوريا الشمالية دي الراجل إيه بتاع كوريا الشمالية ده كيم جونج أون، ده من البيت لمكان الصواريخ ومن مكان الصواريخ للبيت. يعني ما عندوش الهواية بتاعته، شوف الناس تلعب كورة، تلعب بسبول، تلعب كرة مضرب، بتاع كوريا الشماليه ده الهوايه بتاعته الصواريخ. يصبح الصبح كده من النوم، اول ما يصبح الصبح يقول ايه يا عيال عملتوا كام صاروخ النهارده، طلعتوا كام. يعني الراجل ده دماغه كده، هو كده. فشكلها في النهايه كامله بتاعت الكوكب ده هتبقى على ايد الواد دوات، هي يعني هيشندلها ويجندلها ويجيبنا ارضا دكا. اللي بعده، تخيل انت ان اتحاد الكره المصري اعتذر للشعب المصري وقال له احنا اسفين يا شعب على اللي حصل في افريقيا، على المهزله اللي حصلت في افريقيا، وطبعا مشوا فيتوريا وفي احتمالات وتكهنات ان هم يجيبوا مين، يجيبوا كروش مره تاني. يعني شوف ودنك منين يا جوحة، احنا ما نقول يا اولاد يا عباد الله يا خلق جيبوا لنا واحد وطئ، ماله حسام حسن، ماله رضا عبد العال، ماله حسن شحاته، ما نجيب حسن شحاته مره تاني مثلا، ماله حسن شحاته، نجيب مدرب وطني برضه بنلف ونروح لكروش. فشوف اتحاد الكره المصري بدل ما يقدم استقالته عمل لعبه حلوه جدا، قال لهم يا مصر احنا اسفين، احنا اسفين يا صلاح، احنا اسفين يا مصر على اللي حصل في كاس الامم الافريقيه وهذا الخروج، يعني المهزله اللي حصلت في كاس افريقيا. فانتوا ايه رايكم، وهل اعتذار اتحاد الكره المصري كافي ولا كان المفروض يقدم استقالته؟ وايه رايكم في موضوع المدرب؟ مش المفروض كفايه بقى مدرب كفايه بقى مدرب اجنبي، نجيب مدرب ابن البلد يعمل حاجه مع المنتخب ده؟ انتوا اكتبوا لنا رايكم في التعليقات. اللي بعده، خبر غريب جدا، منديل ميسي، مش منديل ام كلثوم، مش منديل الست ام كلثوم اللي كانت ماسكاه كده وتعمل بيبو وتقول لك انت عمري، لا ده منديل ميسي. منديل ميسي هيتعرض للبيع بدايه من 300,000 دولار. ايه منديل ميسي؟ ايه علاقه منديل ميسي؟ المنديل ده يا سيدي هو اللي مضى عليه ميسي لما كان عمره 13 سنة لما عمل أول تعاقد مع برشلونة. ليه؟ لأنه لما هم راحوا جابوا ميسي هو أبوه، وبعدين اتأخر شوية في الإمضة وبتاع والعقودات والكلام ده كله. فالراجل المدير بتاع برشلونة خايف بقى، خايف يخلع، خايف أبوه يخلع، فراح جاب منديل كده وقال لميسي وقع هنا. راح ميسي موقع على المنديل ده، تمام. فلما ميسي احتفظوا بالمنديل ده، فالنهارده هيعرضوا المنديل دواتي للبيع بدايه من 300,000 دولار. يذكر ان ميسي باع ست قمصان من اللي كان بيلبسها بتاع اللعب، باعها بكام؟ ب 8 مليون دولار. تخيل انا لو بعت كل اللي حيلتي والجلابيه والملابس الداخليه كل ما املك ما تجيبش 8,000 جنيه. ميسي باعهم القمصان بس، يعني ميسي لو كل شويه يقعد يلبس قميص ويبيعه خلاص اتعشت معاه، هو مش عايز حاجه تاني، مش عايز يشتغل تاني ولا عايز يلعب تاني، يعني يعيش هو واولاده واحفاده على القمصان اللي هو لابسه. فتخيل بقى لو باع بتاع اللعب، الكوتش بتاع اللعب، تخيل لو باع الشراب بتاعه، يعني احنا الواحد لو باع كل اللي حيلته ما يجيبش 8,000. يا سيدي مبروك يا ميسي، الف الف مبروك. طبعا معجزه كرويه نادره الحدوث اللي هي ميسي. اللي بعده، خبر من الجزائر غريب جدا وعجيب جدا، من الجزائر، خبر من الجزائر. الجزائر وصلت النهاردة ان هي بقت الاولى عربيا وافريقيا في تصدير الغاز في سنة 2023، السنة اللي فاتت دي صدرت 12.9 مليون طن من الغاز، بزيادة زادت عن اللي قبل كده حوالي 26%. فأصبحت الاولى عربيا والاولى افريقيا فين؟ في الغاز. فدي حاجه يعني عظيمه جدا. نيجي بقى الخبر، الف الف مبروك وربنا يتمم بخير. خبر غريب جدا، خبر يعني كده ما تفهموش، يعني يقول لك حمامه التجسس. الجماعه الهنود اللي هم انت عارفين الهنود يعني مبالغ فيهم، حتى تشوف الافلام بتاعتهم الواحد يعمل كده يموت 100، يعمل كده يهزم جيش، فعندهم حاجات كده غريبه جدا. ففي يوم لقوا حمامه كده على الشط وبتاع، فراحوا ماسكين الحمامه ديت، لقوا في رجليها حلقات كده، الحلقات دي مكتوب عليها بالصيني باللغه الصينيه، فقال لك بس الصين عم تتجسس علينا. فراحوا ماسكين الحمامه، تخيل بقى حكموا على الحمامه، الحمامه حكموا عليها بثمن 8 اشهر حبس،
حبسوا الحمامة 8 شهور، أخذوها على جوها وبتاع، وعايزين يشوفوا القصة الصين إزاي بعد حمامة حدوتة. الجماعة الهنود دول يعني تحس إن هم بيطيروا، مش يعني مش بني آدمين زينا، كوكب آخر. وفي الآخر خالص بعد البحث والتقصي قال لك لا، دي الحمامة دي ما جاتش من الصين، الحمامة دي جت من تايوان، وبالتالي احنا الحمامة دي مظلومة فلازم نطلق سراحها. فأطلقوا سراح الحمامة والحمد لله على السلامة يا حمامة، وألف ألف مبروك وربنا يتمم بخير. آخر خبر وأغرب خبر على الإطلاق، المطربة العالمية تايلور سويفت. تايلور سويفت يا جماعة يعني كانت حديث الكوكب، حديث البيت الأبيض، حديث العالم كله، لدرجة إنها تأثر على الانتخابات الأمريكية. تايلور سويفت المطربة الأمريكية المعروفة هي أكثر تأثيرا في الشباب. المطربة ديت انتشرت لها صور سيكو سيكو اليومين اللي فاتوا دول. الصور ديت عملت، تخيل، عملت 47 مليون مشاهدة في 17 ساعة علشان يشوفوها وهي صلت ملط. تخيل انت طبعا ايه فالبيت الابيض، تخيل البيت الابيض امريكا اعلن عن قلقه من صور تايلور سويفت. تخيل انت، هو البيت الابيض ده ديما جلجال، اي حته تحصل في اي حاجه في اي حدث في العالم البيت الابيض جلجال، يعني طول عمر اتنين جلجالين في الكوكب، البيت الابيض ومجلس الامن هما اللي دايما جلجالين، مجلس الامن يعبر عن قلق والبيت الابيض يعبر عن قلق وهكذا. فالمهم انتشرت الصور ديت انتشار النار في الهشيم. ايه ده؟ فهوبا يا معلم قاعد يبحث في الموضوع، قال لك ده تصور بقى الصور ديات بتاع تايلور سويفت عملوها بالذكاء الاصطناعي. تخيل الست جلعوها وصوروها بالذكاء، يعني هم خدوا الصورة بتاعتها وهي لابسة واشتغلوا عليها وعملوها بالذكاء الاصطناعي بحيث انك لا تفرق بينها وبين الحقيقة. يعني الواحد شوف الواحد لابس كام حاجة، شوف جدي، وفي الاخر ممكن يطلعوني عريان. تعرفش ازاي؟ بس هو احنا دلوقتي في واحد الوقت اللي هو ايه، احنا في عصر الفضيحه، ما فيش حاجه بتستخبى في الكوكب ده ابدا، الكوكب ده بيجي زي اوضه والعالم كله عايش في الاوضه دي. دي اخر الاخبار الغريبه والسريعه اللي حصلت في الكوكب النهارده. كل ما عليك ان انت اوعى تنسى تصلي على الحبيب، ولازم تشير الحلقه دي فورا، وانتظرونا في حلقه قادمه كلها اثاره ومتعه وتشويق. وشكرا.